من آل بيت المصطفى شع الهدى، وبهم طريق الحق نورا عبدا. هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا. فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرقدا. عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا. سلام من الله عليكم إخوتي وأخواتي، حياكم الله، وها نحن وإياكم في مشاهد صورناها هدفها الأساسي إظهار أهمية طاعة الله ورسوله باتباع أهل البيت عليهم السلام، لنكون وإياكم في قصة مروية لرجل أحضر أولاده في ساعات وفاته وبدأ ينقل لهم رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في ضرورة معرفة الخلفاء من بعده وما لذلك من درس ينفع في الدنيا والآخرة. فلنشاهد أحبتي. حماك الله يا أبي، عافاك الله يا والدي وشفاك، أطال الله بعمرك. الأعمار بيد الله يا أولادي، قبل أن أوصيكم اسمعا مني قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. حدثني الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، إذ كنت حينها في مجلسه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثني جبريل عن رب العزة جل جلاله أنه قال: من علم أن لا إله إلا الله أنا وحدي، وأن محمداً عبدي ورسولي، وأن علي بن أبي طالب خليفتي، وأن الأئمة من ولده حججي، أدخله الجنة برحمتي، ونجيته من النار بعفوي، وأبحت له جواري، وأوجبت له كرامتي، وأتممت عليه نعمتي، وجعلته من خاصتي وخالصتي، إن ناداني لبيته، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته، وإن سكت تدأته، وإن أساء رحمته، وإن فر مني دعوته، وإن رجع إلي قبلته، وإن دق بابي فتحته. ومن لم يشهد أن لا إله إلا الله أنا وحدي،
أو شهد بذلك ولم يشهد أن محمداً عبدي ورسولي، أو شهد بذلك ولم يشهد أن علي بن أبي طالب خليفتي، أو شهد بذلك ولم يشهد أن الأئمة من ولده حججي، فقد جحد نعمتي وصغر عظمتي وكفر بآياتي وكتبي. إن قصدني حجبته، وإن سألني حرمته، وإن ناداني لم أسمع نداءه، وإن دعاني لم أستجب دعاءه، وإن رجاني خيبته، وذلك جزاؤه مني وما أنا بظلام للعبيد. فقام جابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا رسول الله، فمن الأئمة من ولدي علي بن أبي طالب؟ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ثم سيد العابدين في زمانه علي بن الحسين، ثم الباقر محمد بن علي، وستدركه يا جابر، فإذا أدركته فأقرئه مني السلام، ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم الكاظم موسى بن جعفر، ثم الرضا علي بن موسى، ثم التقي محمد بن علي، ثم النقي علي بن محمد، ثم الزكي الحسن بن علي، ثم ابنه القائم بالحق مهدي أمتي، الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئ ظلماً وجوراً. هؤلاء يا جابر خلفائي وأوصيائي وأولادي وعترتي. من أطاعهم فقد أطاعني، ومن عصاهم فقد عصاني، ومن أنكرهم أو أنكر واحدا منهم فقد أنكرني. بهم يحفظ الله السماء بأن تقع على الأرض، وبهم يحفظ الأرض أن تميد بأهلها. رحمك الله يا والدي، إن وصية والدنا أمانة في أعناقنا، وسنكون لها طائعين. نتمثل ببيت آل رسول الله عليهم السلام ونتعلم منهم. إكرام الميت دفنه، سارع بدفن والدنا رحمه الله. إلى هنا مشاهدين الكرام انتهت قصتنا، وتبين مضمونها الأساس هو اتباع الخلفاء الحقيقيين لله تعالى ولرسوله الكريم، وهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وبدأت ترتسم ملامح حوار سيجري في داخلنا، ماذا حققنا من أهدافهم؟ بماذا نجحنا في اختبارات الحياة التي واجهناها؟ هل اتبعناهم وتغلبنا أم لا؟ إلى الغد. أرباب علم والحليم مريدهم، من زاغ عنهم في جهنم خلدا. ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى. هم خير آيات وخير تلاوة
أبناء فاطمة وفيهم يقتدى، إذ لن تمس النار جسم محبهم، فاطمى إذا في حبهم وتزودا.